يا صباح الخير عليكم جميعا، وان شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحه وعافيه. وانا اليوم حابه اني اشارككم ببعض الخطوات اللي انا استعملتها حتى اني انا اتخلص من الستريس. اول خطوه انه احنا كل يوم الصبح لمده اسبوع نشوف ايش الافكار اللي بتيجي على بالنا اول ما نصحى. ايش ما بيجي على بالك اكتبيه من غير ما تفكري، ايش الافكار اللي هي الداخليه اللي بتيجي على بالك. يعني بتيجي انه احنا انا بدي احل مشكله امبارح، بتيجي انه انا متضايقه، بتيجي انا مشكله انه امبارح اتخانقت مع حدا او انه صار في مشكله. كلها اكتبيها وهذه اقريها قبل ما تنامي. شوفي انت ايش عملتي وكيف فكرتي، وانه شوي شوي رح تلاحظي انه هاي الافكار هي اللي سيطرت عليكي خلال النهار. إذا أنتوا عملتوا هاي الخطوة رح تتعرفوا على نفسيتكم، رح تتعرفوا على أفكاركم، وبالتالي رح تعرفوا على أنه أنتوا كيف ممكن بعدين تغيروا من أنه تصيروا للأفضل. وحقولكم الطريقة الثانية، وأراكم إن شاء الله في وقت آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.